وللمزيد عن الأوضاع في سوريا انضم إلينا الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات. مرحبا بك معنا أستاذ باسل. كيف تقرأ القمة الثلاثية في أنقرة بين الرؤساء أردوغان وبوتين وروحاني؟ بالحقيقة هذا اللقاء أو هذه القمة ليست مفاجأة بالنظر للتطورات الأخيرة في سوريا بعد استقرار القوات التركية في عملية غصن الزيتون و يعني الدخول إلى منطقة عفرين وما وأطرافها، إضافة إلى التصريحات الأمريكية بخصوص الانسحاب من مناطق معينة وهي مناطق مهمة وجرى عليها اقتتال كبير في السابق في عام 2013 و2014. وبالتالي فإن من مصلحة هذه القوة الآن أن تلتقي وتحاول أن ترتب أوراقها وخطوط التماس والارتباك ومستقبل وجودها في هذه المنطقة وفي سوريا تحديدا، فهي بحاجة لهذا اللقاء، ويتوقع أنها ستكون من أكثر اللقاءات عملية أكثر اللقاءات العملية التي جرت بخصوص الشأن السوري خلال الفترة الماضية. نعم، يعني تزامن مع هذه القمة مع التصريحات الأمريكية بالانسحاب من سوريا، هل يمكن أن ينبئ بشيء من خارطة الحل بسوريا أم ما يجري هو اقتسام لمناطق النفوذ تجنبا للصدمات متوقعة؟ يعني هو كلا الأمرين، الأول أن هناك الانسحاب الأمريكي يؤشر إلى حالة انفجار بين القوى، لأن الانسحاب الأمريكي مناطق معينة هي مناطق شرق سوريا ستؤدي إلى حالة من الصراع على هذه المناطق، وفي مقدمة المتطالعين على هذه المناطق هو القوى الإيرانية والقوى التركية، وهو في نفس الوقت هي بالتأكيد هي مسألة تقاسم نفوذ، النفوذ التركي بحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأساس الأتراك لا يتوقف عند الآن، وإنما يريد أن ينتقل شرقا إلى الحدود إلى العراق وغربا وإلى الحدود مع حدود الساحل السوري. نعم، وبالتالي هناك في نفس الوقت الايرانيين الذين يسترون او يحاولون التواجد في هذه المناطق او على التماس من هذه المناطق على التماس من هذه المناطق، اذا لم تتوصل هذه الاطراف الى طريقه لتقاسم النفوذ فان هناك نوع من الصدام سوف ينشا بين هذه القوى على الارض ولن يكون صداما سهلا. نعم، ماذا عن مصير ادلب في ظل هذه القمه وقد اصبحت يعني مؤهلا للمعارضه السوريه، وقبل قليل كان هناك قصف للنظام على جبل الزاويه بادلب؟ نعم، يعني هو الحديث عن مصير إدلب بشكل كامل الأمر صعب، لكن يمكن الحديث عن مناطق دون أخرى مثل منطقة جسر الشغور التي يتصارع عليها النظام، وهناك يعني إصرار من النظام على دخول هذه المنطقة أو إعادة السيطرة عليها بالذات دون مناطق أخرى، بينما مناطق أخرى كثيرة من إدلب تبدو أنها في حكم المنضوية تحت النفوذ التركي بشكل أو بشكل أو بآخر، لكن ستبقى هناك مناطق تحت الاشتباك وقيد الخلاف لفتره ربما عده اشهر قبل ان يتم حسم امرها، من ضمنها منطقه جسر الشغور ومناطق. نعم، كيف سيكون سيناريو الاوضاع في دوما اخر قلاع المعارضه بالغوطه الشرقيه برايك؟ يعني الحقيقه تنبؤ بمصير الاوضاع في مناطق الحصار كما حصل في حلب سابقا او في دوما حاليا او في مناطق اخرى من الغوطه سابقا فيه نوع من الصعوبة، الثوار هناك الأهالي الناس دائما يفاجئون كل التحليلات بصمودهم بالتفافاتهم محاولات التفافهم على الحصار وما يفرضه النظام عليهم من إجرام وما يقتلهم والتقتيل الذي يجري بحقهم. الحقيقة نأمل يعني ونتمنى لأهلنا هناك ونحاول قدر الإمكان أن يعني يخرجوا من هذه الأزمة سالمين وبخسائر بأقل الخسائر وأن يعني يظهر في الأفق ولو أي طريقة لكف النظام وإجرامه عن هؤلاء. نعم، رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار كان معنا من إسطنبول، شكرا لك.